نظمت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الاتحادين المصري والدولي للفروسية والهيئة العامة للخدمات البيطرية البطولة الدولية لقفز الموانع، حيث تعقد البطولة على مدار 3 أيام حتى 19 من أكتوبر الجاري، وذلك بمشاركة 175 فارسا وفارسة من دول مصر وسوريا وليبيا وفرنسا وألمانيا وأستراليا وهولندا وجنوب إفريقيا. هذا وتقام الفعاليات بوادي الفروسية للشرطة بمنطقة عين السيرة، والذي يعد صرحا رياضيا يدعم الرياضة المصرية في رياضة الفروسية.